أخبار اليوم. الله إن شاء الله يعني هنفرح بإذن الله، لكن أهم فرحة إن مصر ترجع لطبيعتها، كل حاجة ترجع، ماتشاتها ترجع بجمهورها المحترم مشجع الكورة، وده اللي أنا حريص إن أنا آجي النهاردة عشان في كل مكان مصر هترجع لطبيعتها، ومصر أمر الله دايما في المقدمة ودايما في الطالع.